يلا. والله شكلك بتبلشنا مع الكلب، مو كافي انت بالبيت؟ يبا انت ليش خايف؟ انا قايل حق امي لا تخاف. يبا الله امي مو موجوده بالبيت، بقعد وحدهم فينا. يبا جاكي هذا ليش موجود؟ انت ما شفت لما تحرشنا براعيه ايش سوى؟ ايش فيك؟ طب شنو هذا؟ من يبي الكلب هذا؟ انا مالي شغل، هذا شاحنه هو اليابه. شوف تاخذ الكلب هذا وترده حق راعيه، لو رب الكعبه ربطك مكانه. اسمع كلام الرياي العاد، الكلب هذا انا جايبه عشان يحرسنا. كلمه زايده منك اخليه يقطعك ترى. اشاره مني ناطره. يقطعني؟ يقطعك ايه؟ تعال انا ابي. لا لا تكفى 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 دقيقه. هو قال اول ثلاث ايام خلوه بروحه. تعال بس تكفى. وهاب تعال. هاج غسلي لي هذه قد طماط. هذا طبخ ولا بعد؟ يما بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك خرعتني؟ يما وهاب قاعد تهاوش مع شاهينة برا. ايه ليش بعد الصاير؟ ليش ما تصير ريال؟ ما تصير ريال انت؟ اموت بيد. يعني يبي الكلب اللي عند البيت؟ يعني لمتى سوالفك هذه؟ مرة جايب لي يورك، مرة جايب الكلب، وبعدين وياك، وبعدين وياك. وقدام الناس. شنو قدام الناس؟ انت وياه؟ يلا حدوا بعد، حدوا بعد، يلا يلا. يعني عاد بتشوفون الكلب ذا الكلب البيت؟ انا وافقت، قال لي وافقت. وانت يما اي شيء يقولوا لك توافقين؟ اي كلوا قلبي ويبتلهم. يما ما حد راح يخربهم غيرك انت. يعني اخرتها يبينا كلب عند باب البيت؟ ما يدش البيت، شرفت عليهم هني حده ما يوطوط صوب الباب. وبعدين انت ليش حاط دوبك دوبنا؟ يبا الكلب قاعد هني ما يا صوبك، ايش فيك عبد الوهاب؟ يعني قلتها بلسانك، حاطه هني بتطلعه وبتدشها بقعد تشوف الكلب؟ مو كافي قاعد تشوف وجهك كل يوم؟ لا يبا بسوي له بيت صغير، بهذلتنا بالشارع، الناس قاعد تشوفنا. والله يبا زين، هذا اللي ناقص بعد تبني له بيت هني، وانت ما شريت كلبك هذا الا اليوم اللي بتجي فيه انوار واهلها؟ وانت تعال ليكون انت تدري ان نوران اخت انوار تحب الكلاب ورحت شريته. لا لا هذا الكلام مغلوط. لا يبا الموضوع صار صدفة. صدفة ها؟ يعني تقص علي انا؟ اهبل انا ما افهم؟ وي عاد الحين سويتوها سالفة، ماكو شيء ترى خلصنا؟ ماشي. انا الحين بروح ادق على انوار وبقول لها كنسلنا العزيمة ولاتين. ايش رايك؟ يما فشلة؟ فشلة نعزم الناس بعدين نرد بكلامنا، ايش يقولون عنه؟ لا ما عليك منه اخوك، بس حكي ما يسويها. الا تعال صج؟ انت ايش عليك يو ولا ما يو؟ لا يكون اخوك حكي صاج. يما من شاري هالكلب هذا حق لبني؟ لا لا شكو شكو يما شكو، من قال؟ كلامه غلط. تشكين بتربيتك فيني؟ ما لي شغل انا. عاد ما وصيكم ها، لا تفشلوني قدام الاوادم. ان شاء الله يما لا توصل حريص. زين عفية عليكم. صدق عاد زين يسوون فيك، انا قايل لك شو بسوي. ترى انا مالي خلقك، حكي زايد ما بي، بروح اللي فيني مكفيني. لاهد عليك جاكي الحين يقطعك. صدق شر علي؟ انا لو مو منادي امي كانوا هابوني كسر وجهك. انزين الحين ما لنا شغل بهالحكي، امش قوم خلينا ندرب الكلب لا يجون ونفضح قدامهم. انت درب كلب؟ انت من الكلب ما دربته؟ انا اللي قاعد صار ساوى يرفيه من مكان لمكان. عقب ما اسمحني ياسس الكلاب وايد احسن. جاكي 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 تعال. هاي ابيك اي اي كلب يجيك ابيك تيله كذي احرمك من اللحم المقدد. اجيب لك اي زرعه تاكلها. يلا لا دياي جاكي جاكي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه حالة بالله، هذه حالة. انت هي بالله ما تقولي لي ليه متى ولدك بتم منحاش؟ ليه متى؟ ولدي انت اللي خليته ينحاش. انت لو بالاول ماخذه بالمسايس ومكلمه بهدوء كان ما صار كل هذا. مو على ولك رحت وتبي تسلم الشرطه. انت صاحيه ولا مجنونه؟ شلون يعني؟ تبيني اتستر عليه علشان يدخلوني معاه بتهمه تستر على مجرم هارب وهذيك الساعه انسجن وترتاحين؟ انا ما قلت هالحكي، بس ذيك الليله لو مدخل الصبي مخليه ينام ويرتاح وثاني يوم مكلمه بكل هدوء كان ما صارت كل هالمصايب هذه. مو على ولك بتاخذ الصبي وتسلم المخبر. انا القاها منك ولا القاها من عيالك؟ القاها من بنتك هل مسويت لي سالفه ولا ولدك هل قطنا بهالمصيبه؟ انت ما تقولي لي ايش تبيني اسوي؟ ايش تبيني اسوي؟ والله انا اللي ابتلشت بينكم. الا ايش بغيت اقول لك؟ الشقاله ساره انا بقول لها انك ما راح تفنشها لان المسكينه وايد خايفه. المهم فهميها وعقليها وقولي لها ان عادت السالفه هذه مره ثانيه ترى ما لها عندي غفاريه، ترى ما اردها لديرتها. يمه شفتش قاعد تسوقين؟ سرعي شوي. يعني شنو تبيني اطير؟ انا ما قلتش تطيرين يمه، بس ترى سواقتك وايد تنرفز. انا اقول سكتي لا تدهيني، خليني اعرف اسوق. نور شفيك هي من غير شيء سواقتها تخوف. ايش قلتي؟ لا انتوا الظاهر تبوني اوقفكم من نص الشارع هني وخليكم تروحون التاكسي. يا ريت يمه لو توقفين هني وانا اي اسوق بدالك. خلاص نور خلاص عاد. الله يما عندهم كلب. بس سكتي 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 لا تفشلينا. دقي عليها قولي لها وصلنا عند بيت الناس حبيبتي. ان شاء الله. الو انت وينك؟ امك معصبه. يلا اوكي ناطرينك. باي. كاهي يما تقول دقيقه وتكون ورانا. أنا ماني عارفة هي ليش ما ركبت ويانا؟ شفيش تضحكين؟ يما أنت ما تدري إن أنوار ما تحب تركب معك في سيارة. تقول عن سواقتك نفس السلحفات. أنا سواقتي سواق السلحفات؟ سوري يما. يما والله مالي شغلة، هي تقول كذي. ماشي ضحكي ضحكي ضحكي. حسابي معك مو الحين، حسابي معك بعدين. هلا والله هلا والله حي الله من يانا. هلا فيك عمري. هلا حبيبتي شلونك؟ شخبارك؟ حياتك حياتك تفضل. الله يحييك. هلا حبيبتي حي الله من يانا. الله يحييك يا قلبي فديتك. اي كذي الويش حلوه يا نور، مو ذيك المره تخرعين مصوفره، ايش حلوك الحين؟ اي مو سلمت الله كلبتها حبيبه قلبها توها طالعه من المستشفى وانت بكرامه ارتاحت الحين. خير ان شاء الله يما. تبون شيء؟ يما يينا نتطمن عليك ونشوف اذا بغيتي شيء. لا ما ابي شيء حبايبي سلامتكم. زين يما ليه بغيتي شيء ترى احنا برا. ان شاء الله. ويما انا بروح اشوف كلبي جاكي برا ناطرني، تدرين انا مدرب كلاب واتمنى يكون مطيع ويفهم. زين الله وياك.
تصدقين؟ أنا من شفت الكلب برا عند الباب وقلت الله يعينهم، حالهم مثل حالنا. أي أيوة والله الله يعيننا. أنا الحين بفهم أنت شو مزعلك. الوالدة اطردتنا قدام الناس كأنها تقول طلعوا برا. طلعوا برا قالت لنا. ها ها كذي طلعوا برا يرضيك؟ شوف من ناحية أنا معاك، أنا مقهور من قمة قلبي يوم قالوا طلعوا برا. اي والله بس هو سؤال منطقي، يعني احنا إذا قعدنا مع الحريم شو نسوي؟ أنا أصلا سألك هالسؤال هذا عشان أطقك الشداخة. أي شداخة؟ اي والله أنت أي شداخة كبرك. يا اي عقل صقر تبي تمشيني عشان يفضالك الجو بروحك وتلعب بالملعب بروحك؟ خو بنات ومحترقة. محترقة؟ يعني تحترق بجامتك وانت نايم. أقول لك هذول بنات يوصلون سايبنا، ما صدق تحرش بالبنات، ايش فيك انت؟ صغير، انت من متى عندك ضمير؟ شنو نسايبنا ما نسايبنا؟ حبيبي بتقنعني انت الحين لو مرت بنية قدامك بتعرف نسايبنا، انت ما تعتق. صدق عاد؟ أنا أروح أوكل كلب هناك اللي من جبته وشي حاطه على الفاضي وايد أفهم. بعدين خل اقول اني سايبني يمكن يغار، انت ما راح تغار لو تموت. هي يبي يتقرب حق الكلب عشان يتقرب له. صايدك يا صقر صقر. قصور ها مو قدركم هذا من صدق كم مصعب ما منك صوره فعليك اسابيت عامر ان شاء الله يا بالعافيه بالعافيه. السلام عليكم. عليكم السلام. يما مرتين اطرش عليك. هو قلت اخليكم تاخذون راحتكم. شلونك خالتي؟ هلا يما الحمد لله بخير. شفت امك ايش سوت؟ كلفت على روحها الله هداها. لا هذا حق واجب، بعدين هذه اول زياره لكم عندنا في البيت. اي بس عاد هذه مو اخر زياره، هذا انا قلت لك ان شاء الله بس من عقب ما انت تزورينا. ان شاء الله اكيد بزورك ان شاء الله. شنو ما تبي تاكل؟ بلى. شنو تبي؟ يلا حطي لي فتوش. Ah! 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 Ah!
أنا زهقت، مليت صدق مليت. أبي أطلع، أبي أشم هوا شوي. وين بتطلع وأنت مطلوب للمباحث؟ يعني شلون؟ بتم طول عمري حاكر نفسي هني في الخرابة؟ مو أحسن ما تطلع ويمسكونك تنقط بالسجن؟ لا تحاتي، بدير بالي وأنا طالب. يبا شدير بالك، بلا طلعنا ومسكنا تفتيش، حزتها بنروح فيها أنا معاك. كذي الموضوع، طلعت خايف على نفسك مو خايف علي. ترى مو عيب الواحد يخاف على نفسه، وبعدين إذا مسكوك أكيد بيتهموني متستر على مجرم. أوه عديتنا مجرم عاد مرة واحدة خليتني، شفيك؟ ترى كلها هوشة محمود. لا تنسى أن هذيل عيال فلوس، أكيد بيحطون محامي قوي بيقلبون القضية شروع بالقتل، خصوصاً أنك كنت متعمد وناطرة. يعني شلون؟ بتم طول عمري ساجن نفسي بهالسجن على موضوع تافه؟ أي تافه؟ الريال بغى يموت وتقول لي تافه؟ موت أنا ماني قادر أقعد، مخنوق أبي أشم هوا، بطلع شوي وارجع لك. واللي مثل حالتي ايش تبيها تسوي يعني؟ يا الله وين رايح؟ بروح داري بريح شوي، تبي شيء؟ يا ابن الحلال اقعد اقعد، خلينا نشوف لنا حل حق مشكلتنا هذه. يعني بالله ايش تبيني اسوي اكثر من اللي سويته؟ رحت حق بيت تماضر واندليت وسمعت كلام علشان ولدك وما نفع. بنتك قلنا لها رضيناك يا يبا نزلي، طلعي من دارك ما تبي، ايش تبيني اسوي؟ واللي يسلمك يا منصور واللي يخليك، انت حاول معاها، روح اقنعها خل تنزل. انا عيست وانا حاكيها، البنيه قبل كانت تتمنى تطلع من دارها، الحين كلش ابد ما تبي تنزل من دارها. انا احس ان البنيه انعفست ثاني مره، واللي يسلمك انا خايفه عليها. يا يبا انت حاجيها، انت مو امها، حاجيها اقنعيها قولي لها اخذي الولد اخذي جاسم، ترى اذا ما اخذت جاسم يمكن عمرها ما راح تتزوج. كهو حبيبتي على يسارك تلاقينا ان شاء الله. اي كملي. اي خل اكمل لك. عاد انا مشكلتي ويا بناتي ان كل وحده منهم بمود. ايه انوار الله يسلمها هبت لي بسالفه الخيول، ونوران ويا كلبتها وانت بكرامه، وهالمينونه هذه الخبله نورو شال عقلبي شال عقلبي. لو اعطيها مجال بس شويه تقولي نصبي، لو اعطيها شويه مجال بديش تبغى سيارات. صدقتي امه أصلاً كان زين؟ يا حلوهم الله يحفظهم إن شاء الله ويبلغك فيهم. يا معودة حمدي ربك إن الله ما رزقك بنات، تراهم غثة. ويه ما طاح إلا مبطح، كلهم نفس الشيء، صبيان بنات التعب واحد. إي والله صادقة.
هذا مو عمك قتيبة؟ كنت أدري إنك راح تنصدمين. شابهم بعض وايد صح؟ لا هذا مو عمي القتيبة، هذا أبوي مشاري. سبحان الله وايد شابهون. خليني بروحي. سامحني يبا، لهيت مع انوار واهلها وكنت جاي اخذك عشان اعرفك عليهم. لا لا يا ابوك، لا دام امك هناك خليني احسن. اسمع الكلام، لا اضربك بالجاكيت الحين، لا تدش البيت، لا تسوي لي مشاكل. شنو تخرعني انت؟ ترى هم انا عندي جاكيت، عندي جاكيت واقدر اطقك فيه، ايش تخرعني؟ بيتي هذا، بدش داخل، شو المشكلة؟ شاهين لا تستعبط، لا تسوي روحك مجنون، انت تدري ان دشيت داخل بتعرف تسوي لي والتالي، حتى كلبك هذا شاريه بيعفسنا. وليش بالله؟ لان اخوك ادعى له داخل وهابوه، تعرف هذا قاعد لنا على الوحدة يمكن يحرمنا من شوفتهم مولية. وليش يحرمنا؟ امي قالت طلعوا برا طلعنا. صرنا محترمين، شنو يبون منا اكثر بعد؟ تحمل يعني، تحمل من كثرك انت، على الاقل خليه يطلعون خلينا نشوفهم. بعدين لا تنسى امي محرص علينا وانت داخل. هذا عم قتيبة وصل. هلا 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 زين كله. هلا وخلاص الشباب الحلوين. هلا عمي شلونك؟ هلا والله هلا. عمو قتيبة المفروض تجينا على العشاء، وينك؟ قال لي عبد الوهاب بس قلت البنات قاعدين معاكم، خلي اخذ راحتهم احسن. شنو هذا؟ كلب؟ هذا عمي اليوم انا شريته. وش طالع عليك تشتري كلب؟ انا خابرك راعي كلاب. يا عمي هو اليوم حلمان بكلب وقلت احقق حلمه ويبلى كلب. يا معود اشونا حلم بالكلب ما حلم شيء ثاني. انزنت وش حقك قاعدين بالسكه؟ عمي داخل كله بنات، تبين قاعدين البنات؟ عدل كلامك عدل، بس اكيد ما قعدت معاهم. اي اكيد عمي تشك بعيال اخوك، اكيد ما دشينا داخل، اقول لك كله بنات داخل. ايه عيب اصلا. بس ما يمنع تقعدون شوي وتمشون، مو ترزون يوهكم. شفت هالشويه هذه؟ محرومين منها. يلا يلا امشوا معي، بس ها عاد مو تلزقون، قعدوا شوي ومشوا، وانا بروح حق مشاري. وما اوصيكم عاد الثقل. اثقل من كذي ما في بعد. يلا 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 ثقل. لا مو صج مو صج اللي يسوونه. السلام عليكم. هلا قتيبة تفضل حياك، استريح معنا. لا بمر مشاري شوي. على دينكم. ابنك معك وانت ايش حقه واقفين؟ لا يما قلنا ني نشوف اذا محتاجه شيء ولا شيات. لا ما بي شيء، بسلامتكم. شلونك اخوي مشاري؟
شنو هذا؟ لمتى بتتمي سهرانة؟ يلا يلا فوق يا عيالك يلا. إن شاء الله حين نقوم. حاج منو أنا؟ يلا ذلفي فوق. أدري إنك مو متوقع جيتي وإنك ما تبي تشوفني أصلاً. طبعاً ما أبي أشوفك. أنا مو قايلك لا تجيني البيت. والله لو واحد غيري عقب سواتك كان فصل راسك عن جسمك. قلت لك يا مشاري اللي براسك كله وهم بس أنت متراضي تفهم. سالفة منصور كذب، والله العظيم كذب. أنا كنت قاعد مع تماضر قاعد أسألها عن ورث اللي أنت استولت عليه وحلفت لك على هالشيء بدال مرة عشر، ليش متراضي تصدقني؟ تدري ليش ما صدقك؟ لأني أدري ومتأكد أنك لا أنت نسيت تماضر ولا هي نسيتك. عيب عيب عليك يا مشاري، شلون تقول هالحكي؟ إيش فيك صرحت؟ عاد أقول لك كان زين عيالي نفس عيال لوادم يهبون بشغلة شغلتين يهتمون فيها. لا أنا عيالي غير، كل يوم هابيلي بشغلة. الله وكيلك، هبولي بالنادي يبي يصيرون مجسمين وانت شوفت عينك كل واحد كرشته مني. الله يعينك. وهبولي الله يسلمك يبي يصيرون فنانين، واحد يعزف لي أورغ والثاني يعزف لي بيانو والثاني يغني. والحين ها شوفت عينك هبيلك بهالكلب حشاش كل يوم لهم شغلة. احنا خلصين. اقول لك شيء، الله يعيننا عليهم. أيوة. صراحة والله العظيم الله يحفظهم. بس والله العظيم طلباتهم مش كثر ما تخلص. بسألك أخ. أخ اسمي شاهين. بسألك هل كلب من أي فصيلة؟ هل كلب من أي فصيلة؟ سألتيني شنو فصيلة الكلب؟ في الحقيقة في الحقيقة بما أنه فصيلة الكلب، شوفوا أنا بحاول الديباجة مالتي تكون مختصرة. أنا ما أعرف أكذب، يعني بصراحة يتراوالي أنا من أول ما انولت كذبة صغيرة ما كذبت. الكذب مو من هواياتي باختصار. إذا أنا شنو سؤالك؟ قاعد أقول لك الكلب هذا من أي فصيلة؟ إيه فصيلة الكلب. فصيلة الكلب بصراحة أنا ما أقدر أقول لك شنو فصيلته، لأن هذا الكلب يعني عنده وايد فصائل متداخلة مع بعضها البعض. هذا كلب نادر، كلب نادر. شنو سؤالك؟ شنو فصيلة الكلب؟ إيه أنا مركز معاش ترى. هذا كلب نادر مو موجود بأي مكان. إيه شنو تبين؟ أنا سألتك عن فصيلته. على هذا الكلب أنا وعدك وعد، يعني وعد ريايل، إن راح أسوي عنه بحث طويل. لا أقصد بحث قصير، ها؟ وراح أتأكد شنو فصيلة هذا الكلب. بس أنا بعد البحث القصير أتأكد شنو فصيلة هذا الكلب. أنت عطيني رقمك. رغمك عطيني اياه، راح اتصل فيك واقول لك شنو فصيلة الكلب. صدق يا اخوي، ودي ارجع لذيك الايام واغير كل اللي صار بيننا حتى نعيش ونكمل حياتنا وما نوصل النتيجة اللي وصلنا لها أنا وأنت. أه.
حقي يعني بعد هالسنين السبب بالضبط؟ أكيد بيك، أنت أقرب الناس لي، أنت أخوي ولد أمي وأبوي، ولا من أنت أخوي؟ زين الحين متى المسالف هني؟ خلينا نشوف. دير؟ هلا يبوها. بدر يما وينك كل هالمدة؟ ليش ما سألت عني؟ يما شو أسوي؟ إذا أبوي الله يهداه واقف ضدي. لأنك ما تفهم. أنت والله ما تقول لي. شو استفدت من نحشتك؟ نحشتك وخوفك من ان يمسكونك يا انا بنصاف الليالي. ما تقول لي يا ولدي لين متى بتتم منحاش؟ منصور الله يهداك ترى مو وقت هالحكي هذا. احنا زين ان شفناه. تعال يما، تعال تعال حبيبي، انا ما صدقت اشوفك يا يما. يا يما شلون كنت عايش؟ ايش كنت تاكل؟ ايش كنت تشرب يا يما؟ شلون كنت تنام؟ كنت حاتك يا يما كل هالفتره هذه. والله عورت قلبي عليك يا يما، عورت قلبي وايد عليك حبيبي.